العريش وكنا في بنفرش في الامان ولنا 26 سنه هناك. كان في امن بلد ولا كان في حد بيتكلم معنا ولا حد بيقول مسيح ولا مس، كنت امان. وفدر سعد دمل توفيق ده كان في قبله اتضرب وغيره اتضرب وغيره اتضرب قبل دمل توفيق طبعا. دمل توفيق اتضرب في السوق، عمل قلب في السوق، سوق الخميس. كنت بقعد مع اصحابي وبروح العب معهم كتير، وحشوني وابويا وحشني، عايز اروح له وعايز يكون معايا في الاوقات دي. كنتش متوقع اللي هو يسيبني ويمشي. انتوا عطيتوا صوتكم للسيسي اقباط، شوفوا السيسي ينفعكم بيا، ابا السيسي ينفعكم. هذا اللي بنسمعه في طلعتنا ودخلتنا في العريش. حتى المعاشات والحاجات دي لغايه دلوقتي احنا مش عارفين نخلصها. والفتره دي يعني لغايه دلوقتي حتى الورق اللي هناك مش عارفين نخلصه، لازم نبقى احنا موجودين هناك عشان خاطر نخلصه. ورق المعاشات، ورق التحويلات بتاعه المدارس، فيش مثلا الهدوم بتاعتنا، يعني كل حاجه يعتبر مكانها هناك. ساعه الصدمه بتاعت والده الله يرحمه في الوقت ده ما افتكرناش في اي حاجه، كان اهم حاجه والدي بس يروح في المكان اللي هو مناسب ليه. ففرشين في سوق الخميس لقينا المستشفيات بتلف بره، المسلمين اللي تحبنا غير تمشي. كان يوم اربع واحنا فرشين، سيبنا الخضار وسيبنا كله وعربياتنا كلها سيبناها، واحنا واخدين بعضنا في اللي رحنا ماشي. قبل كده كانوا بيكتبوا في على البيوت ارحلوا، بيدوا دايين في الشوارع وبعتين منشورات ارحلوا. كم أسرة في البيت ده؟ أربعة. ومساحته تقضي أول الأربعة يعني؟ نص جراط يعني 85 متر هو أرضه ده. يعني ده قاعد هو وعياله في أوضة وأنا قاعد أنا وعياله في أوضة. طيب أمال إيه اللي خلاكم قررتوا تسيب المطيعة وتروح العريش؟ أنا أكل عيش من زمان، في شغل هنا خدنا بعضنا وطلعنا العريش. أنا أكل عيش. طب من وقت ما جيت يعني حاسس ايه وشايف الدنيا؟ والله ادينا قاعدين سعادتك، ولا شغل ولا مشغل. هنشتغل يعني لسه لما نولف ونروح بلد ولا نروح بتاع، ونشتغل لسه لما يريد ربنا. قبل كده برضه ولعوا فيه في الزهور ده، كنا هناك اللي ولعوه في النخله ده، كنا هناك سمعنا ان الوحده دي في التاكس برضه، قالوا ده فلان ولعوا فيه في النخله، فخوفنا طبعا. انا لو جوزي من الناس اللي مش كويسه ولا الناس اللي شريبه ولا الناس اللي كده، كانت ما كانش حد يبكى عليا. انا العريش طوب الارض، جيراني بيقول يا ام يوسف طوب الارض حزين على الاستاذ جمال. احنا ما كناش يا ام يوسف نتمنى لجوزك الموتة دي، بس يا ام يوسف يا هنا ده راح السما. المسيح يقول رايح السما والمسلم يقول راح الجنه. فانا عاوزه حق جوزي، عاوزه حق من السيسي، من غير السيسي عاوزه حق جوزه وبس.